السلام عليكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف وقضية. ضيفنا هو السي رشيد المنياري، مستشار برلماني سابق ونائب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وكالة توزيع الماء والكهرباء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وقضيتنا هي الأزمة التي تعرفها جمعية المشاريع. قبل أن نناقش هذه الأزمة مع ضيفنا الكريم، يجب أن نذكر بمحطات مهمة عرفتها هذه الجمعية، وبالأخص واحد التواريخ يعني نقرب المشاهد بها. أول حاجة هو في 28 يعني في 28 مارس 2024 كان المجلس الوطني الاستثنائي اللي تم به يعني إعادة ثقة في بن إسماعيل في القيادة الجديدة وبمباركة الأمن العامة. التاريخ الثاني هو 1 أبريل، كانت مراسلة من عند المصالح تاع وزارة الداخلية اللي سحبات البساط من عند التدبير المالي والإداري لهذه القيادات تاع الجمعية. مباشرة من وراء هذا الشيء بدأت واحد الحركة احتجاجية قادوها مجموعة من المناضلين أو حركة صحيحية، سميت حركة صحيحية، انطلقت نواتها في الدار البيضاء وربما بدأت تتعمم في مجموعة من المدن. السي رشيد مرحبا بك. الله يبارك فيك. وشنو رأيك في هذا السياق؟ يعني ممكن تقرب للمشاهد الكريم من هذه الأزمة اللي تتعيشها الجمعية بحكم أنك أنت كنت قيادي سابق فيها، وأنت ربما هذه النقطة دي نسيت ما ذكرتها لأن أنت أول واحد ورك على البوطونة ديال أن هناك فساد، وكان عندك واحد المراسلة في 2018 اللي جرتي فيها واحد لائحة طويلة ديال خروقات تتوقع داخل الجمعية. ممكن تعطينا شنو وقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية منبر أنفاس المحترم ومن خلاله لجميع المتتبعين والمتتبعات وكذلك لإخواننا في قطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل للمغرب بمختلف مكوناته. بطبيعة الحال هذا الشيء اللي كنشوفه اليوم واللي طفى على السطح، أنا كنت أول من نبه إليه وكنت أتوقع تداعياته، ولكن للأسف الشديد قوبل تنبيه ديالي بردة فعل لم أكن أتوقعها. هذا رد ديال الفعل كانت من داخل تنظيم وبتواطؤ بطبيعة الحال مع جهات أخرى، ما نبغيش نرجع عليه لأن ليست ماشي الموضوع المهم. وهو أنه داكشي اللي تذكرت عليه واللي بدات الفصول ديالو راه ماشي 2018، هذيك غير رسالة حاولت نجمع فيها جميع. مزيان السي رشيد، مزيان تقرب للمشاهد من هاد الخروقات اللي بغينا نسميوها بالضبط. راه بدا داكشي في 99. نعم 99 منين بغاو يغيروا القانون الأساسي. ديك الساعات الرئيس الحالي بين قوسين الذي لا شرعية له، أنا لا أعترف به كرئيس لأنه قانونا هو ليس رئيسا ولكن رئيس بالقوة وبالتواطؤ بالمؤامرة، راه من 99 منين حاولوا باش يغيروا القانون الأساسي أنا كنت أول المعترضين على تغييره. نعم. ومن ديك الساعة بدأت سلسلة ديال التحرشات بمساري النضالي، وبين قوسين انا ما جيتش للنقابه، جيت طالب رغب باش نكون في النقابه، الناس هم اللي اصروا ان امثلهم في مدينه ورطه، وترقيت بطبيعه الحال تنظيميا، وخاصنا نعرفوا ان هذه تنظيمات جماهيريه، كل واحد ومنين جاي كل واحد القناعات ديالو، ما كتختارش مع من تكون. صحيح. بطبيعه الحال الواقع كيفرز لك اشخاص، لو كان انت كنتي في واحد الموقع باش تختارهم مستحيل انك تكون الى جانبهم، لانهم يرتعون من الفساد ويساندون الفساد ويدعمونه بشتى
الوسائل لأنهم أصحاب مصالح. بطبيعة الحال من بعد مراسلات عدة داخلية كنت مضطر أخوك لا بطل باش نبرأ أنا الذمة ديالي، أنا شاب ياك وكنمثل واحد المدينة محترمة فيها ناس محترمين أطر ومستخدمين ومستخدمات من مختلف الفئات ومتميزة كذلك بديمقراطيتها وبشفافية التعامل مع قضاياها وانتظاراتها، فمستحيل باش أنا نكون شريك في هاد المصائب المتسمية والمصائب الكحلة اللي دابا طفات على ذكر المصائب الكحلة. الناس بغاو يعرفوا شنو هي المصائب الكحلة. المصائب الكحلة راها كثيرة، رانا مثلا ذكر لنا شي حاجة. أنا نعطيك على سبيل المثال للحصر. للحصر هذا القانون الأساسي أولا نعطيك غير باش تعرف الخطورة ديال التدبير ديال هاد الجمعية اللي الميزانية ديالها الحالية، باش يعرفوا المشاهدين والمتتبعين وحتى أبناء القطاع، راه اليوم وصلت تقريبا 30 مليار ديال السنتيم سنويا. أنا راه نهار كنت كنهضر على 17 مليار، راه ماشي غير 17 مليار، كاينه مداخل أخرى ما حسبتهاش. اليوم كنهضروا على حوالي 30 مليار ديال السنتيم، لأن رقم المعاملات ديال الوكالات والشركات المساهمة بواحد في المية تيتزاد كل نهار، غير دير واحد الإكسترابولاسيون غتلقى بأنه راه هذا الرقم هو اللي كاين ولا اكثر. كاين المقتضيات ديال القانون الاساسي ما كتحترمش، نعطيك غير اشاره بسيطه وغادي تعرف بانه كاينه الكوارث. المجلس الاداري اللي مسؤول على التدبير المالي والاداري واللي هو مجلس تقريري على هيئه تقريريه، هو مجلس تقريري ما كينعقدش كاع اطلاقا، ومن المفروض قانونا انه ينعقد على الاقل مره في السنه. على الاقل مره في السنة. القرارات ديالو ما كايناش حيت هو ما كاينش في هو في العدم ما كاينش. دوك لي بيلون اللي خاص المصادقة المالية اللي خاص كل سنة مناقشتها كل سنة مصادقة عليها او الولاية فيها 6 سنين، حتى السنة الأخيرة كيبقى شي شهير بحال هذه المرة اللي سميتها هذه الانتخابات الأخيرة، عاد كيتجمع داك الشيء تيتجمعوا، وغادي نهضر على الاجتماع، كيتجمعوا وتيصادقوا عليها تيطبلوا عليها وتدوز بحال فيرما ولا ضيعة ولا هذوك أموال طائلة. نعم. وكتمرر فيها أرقام خيالية فلكية، وأكثر من هكا التركيبة ديال المجلس الإداري هي غير شرعية. علاش؟ لانه كيتجمع المجلس الاداري ديال الجمعيه جمعيه المشاريع الاجتماعيه، هو المجلس هو راه تنقولوا ولكن غنقولوا تجاوزا المتعارف عليه الجمعيه والتعاضديه تيتجمعوا بجوج، تصور هيئتين واحد جوج ديال الهيئات كل وحده بوحدها وكل وحده والتركيبه ديال المجلس تيتجمعوا في نفس القاعه وتيبداو يطبلوا على نفس الشيء. تصور هذا الشيء من غرائب الزمن. ولكن شكون اللي كيخلي هذه الامور تدوز وفايت نبهت ليها ودائما كننبه ليها، وهو انه كاين واحد هاد الممثلين هادو كلهم كيترشحوا باسم الاتحاد المغربي الشغل. ما كاينش شي عنصر داخل، بين قوسين داخل، ما كاينش شي عنصر اللي ما تينتميش للاتحاد المغربي للشغل اللي كيمثل في ديك الهيئات باش يقول لهم راه هادشي راه ماشي معقول وما خاصوش يدار. يكفي انك تجيب غير صوره ديال هذاك المجلس او تسجيل او وتصيفطهم كاملين للحبس. يعني كان تواطؤ تاع القيادات كلها اللي كاينه في عاد الحضور. نعم. الحضور مثلا منين تيجيو يحضروا ليه مدراء ديال الوكالة ما من حقهمش جوج ديال الادارات اللي هما اعضاء بالقانون ديال المجلس الاداري اللي هي اداره ليداك إدارة الرضال باعتبارهما أكبر المساهمين. هذا الشيء قلت لك منين نقول لك على مستوى التدبير والمصادقة على الحسابات كاين هذه الاختلالات الفظيعة، هو أوتوماتيكيا كيبان حجم القرارات. نعم. هذه القرارات راه الرئيس بوحدو كيتخذ جميع القرارات، كيبرمج الصفقات، كيخلص، كيوظف، كيدير كل شيء راسو، حتى واحد ما كيشارك معاه. نهار انا كنحتج على هذا الوضع هذا
تيعتبروني انني صوت نشاز، مع العلم انه في الكواليس كلشي كينتقد كلشي كينتقد، لدرجه انني منين وصلت معاه الخلاف ووصل لواحد المستوى، هو مشى تيتشكى للامين العام. نعم، تيتشكى مني انا الامين العام، على العلم انه لا دخل للنقابه في هذه الهيئه، ربما بحكم انك انت كنت عضو في الامانه العامه. انا كنت عضو في الامانه الوطنيه، هو عضو في الامانه الوطنيه، راه هو النائب ديال ديال الامين العام الحالي. نعم، فهمتي، راه هو النائب الاول. النائب الاول. لا غير فهاد دابا انا مزيان، حيت هو جينا نديروا جرد الجميع الخروقات ما غنتقاداوش، خصنا بزاف الحلقات. انا السي يوسف عطيتك واحد الخروقات اللي مهمه اداريه وتنظيميه. صعيبه بزاف. لا هذا السؤال اللي يطرحوه بزاف للمتتبعين، هو كيفاش انه هاد المده انت قلتي من 1900 غادي فهمتي هاد المده كلها حتى لدابا في 2024 عاد وزاره الداخليه دخلات باش توقف هاد النزيف اللي اثر على صناديق تتهم واحد الشريحه كبيره ديال المستخدمين. فين كانت وزاره الداخليه؟ واش ما تتشوفش انه كان تاخرات؟ كيفاش تتشوف انت؟ بطبيعه الحال، اولا القرار ديال وزاره الداخليه هو قرار تشكر عليه. نعم، ومهم جدا. نعم، ولانها تبين لها بانه هذا الشيء راه ماشي غادي يوصل لهذا الحد هذا، ربما سيتجاوز. راه فضائح وفضائح. نعم، فضائح وفضائح. وكما تيقولوا اليس منكم رجل رشيد؟ ما كاينش شي رجل رشيد اللي غادي يرجع الامور الى نصاب. فاضطرت كيف يعقل باش تجينا مذكره من وزاره الداخليه وتنقول مشكوره. نعم، فهمتي، رغم انها جد مقصره، لانه انا نبهتها بشكل رسمي، واكثر من هكا انا طرحت الموضوع في خلال المناقشه ديال الميزانيه الفرعيه ديال وزاره الداخليه، وبعثت مجموعه ديال الرسائل ودرت ندوه صحفيه وصفت الرئيس النيابه العامه واستمعت لي الفرقه الوطنيه المره الاولى من اجل تاكيد الشكايه، والمره الثانيه من اجل البحث، وعاود درت تذكير لرئاسه النيابه العامه وجاوبوني بشكل رسمي بانه الامر في طور البحث. ولكن من 2018 ل 6 سنين ديال البحث، انا في ربع ساعه نقول لك اش كاين. سنين وملايير ضاعت كل سنويا. في ربع ساعه مثلا انا الا في ربع ساعه نديروا لي يديوني المتعاقب زعما. نعم، فهمتيني. نعم، هي مساله واضحه جدا، وهادو ملايير. انا ماشي هادو، راه ملايير ماشي. قبيله في البدايه ذكرتي على نعقد واحد المجلس وطني ديال 28 مارس. هذا راه العبث، خاص شي شويه نتحملوا المسؤوليه ديالنا ونكونوا صادقين مع انفسنا. الا كنا بالفعل، حيت هذه المنظمه هذه راه ماشي منظمه ديال اشخاص، هذه منظمه عماليه وعندها تاريخ عريق، والمنظمه راه كتكتسب المصداقيه من الاطر ديالها ومن القيادات ديالها ومن المواقف ديالها. راه من باب العبث اننا نعقدوا نسميوه شي حاجه سميتها مجلس وطني. هاد الجامعه راه ما عقداتش المؤتمر ديالها من 2014. نعم، يعني الهياكل ديالها كلها، وهضرنا على هاد الشيء وهضرنا عليه حتى في المؤتمر الثاني عشر ديال الاتحاد المغربي للشغل. الجامعه الوحيده اللي ما عقداتش المؤتمر ديالها بين المؤتمرين، وتبوأ رئيسها اللي تقاعد هذه 26 سنه، يعني عنده اقدميه في التقاعد 26 عام، غير الاقدميه في التقاعد ماشي في العمل، عاد العمل تصور، هو النائب ديال الامين. نعم، هذا المسألة اكثر من هكا، حتى التصريحات اللي كانت في هذاك والتصريحات دالها الجابين. نعم، لا ربما انا غنعطيك واحد، ربما غتكون في راسك، هو انه في 20 22 ماي الامس التقى الامين العام ديال الاتحاد المغربي للشغل مع
عناصر من الحركة التصحيحية. ربما في هذا اللقاء هذا صحح الموقف ديالو وصحح هذاك اللقاء ديال 28، لأنه حسب ما تسرب من هذا اللقاء بأنه الأمين العام قال لهم أنا ضد الفساد وضد المفسدين، وأنا تنرفع اليد على كل واحد مفسد في هذه النقابة هذه. يعني هذا ربما كيبان موقف تصحيحي. أنا كندم، أولا أنا أتضامن مع هذا الشباب ديال الحركة التصحيحية، نعم الحراك، نسميها حركة تصحيحية أو تنسيقية من أجل إعادة الاعتبار للعمل النقابي داخل القطاع. أولا أنا على اتصال مستمر بجميع المناضلين والمناضلات في ربوع المملكة. على ذكر الاتصال المستمر، البعض كيقول أنا كنت اللي محرك هذا الشيء، واش بصح؟ لا ماشي محرك، أنا زعما كاين أنت اللي وراء هذه الحركة التصحيحية. أنا كيتواصلوا معايا، أنا نعم. لم ينقطع أبدا تواصلي مع المناضلين والمناضلات منذ أن تعرضت لي للتجميد العضوية اللي هو ضمنيا هو طرد، فهمتي؟ مبطل. داكشي ديال ماشي ديال لا يمكن ان يفتخر الانسان بهذا، داكشي متجاوز. فانا على اتصال مستمر، لانه كاين راه دوزت انا من 92 وانا في هذا التنظيم، ماشي الله قطر بيا صفرة 30 سنة راه تيحسبها غير الفم. صحيح، تحسبها غير الفم. وترقيت تدرجت في المسؤوليه تدرجت تنظيميا، ماشي طلبا، ماشي زعما كنقلب انا هذاك الشيء تلقائي راسو. وحتى دابا تنقولها دائما، عمرني ما كنقلب على شي منصب اطلاقا، عمرني. وكل شيء كيعرفها، كل شيء كيعرفها، ولكن ما عندك ما دير الضريبه ديال المواقف وديال النضال الحر والصادق والنزيه واللي كيكون في خدمة انتظارات الشغيلة، كتكون هكذا ضروري كيكونوا أعداء ديال النجاح. أنا بالمناسبة كما كان نتضامن مع هاد الإخوان وكان نساندهم وحاولوا أن أقدم، ماشي هاد الإخوان دابا اللي تلاقاو مع المخايق، ولكن أنا بصفة عامة الحركة بصفة عامة بصفة عامة زعما اللي تواصل معايا، أنا كنقدم النصيحة من خلال معرفتي الدقيقة بالتنظيم اللي أنا فيه والجمدات العضوية ديالي منه، وكنعرف الأشخاص وكنعرف قيادات وكنعرف الأساليب اللي ممكن يقوموا بها من أجل بعض الأحيان مساندة الباطل، ماشي تا هو هادشي لا يستقيم. هاد الاخوان ديال راه قطاع، هذا راه قطاع حيوي واستراتيجي، وخاصو الرجالات ديالو اللي يجمعوه واللي يخليوه موحد واللي يحافظوا على المكتسبات ديالو. عيب انك في قطاع ديال توزيع الماء والكهرباء في الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والتعاضدي يتضرر، ولا ما تضررش الضوء والماء والتطهير السائل. كيفاش ننجحوا في التدبير ديال الماء والضوء والتطهير السائل وما ننجحوش فيما هو اجتماعي اللي هو امتداد لهذه المؤسسه لهذا الماء والضوء لهذه العناصر الحيويه؟ كيفاش نفشلوا؟ اذا هاد الاخوه اللي تلاقاو بها، ولكن ما خاصهاش تكون عندهم ذاكره ديال السمك هاد الإخوان. أنا جلست مع الأمين العام واحد الخميس باقي تنعقل لمدة تقريبا من 11 حتى 5 العشية على هذا الموضوع هذا، هو وبالسبب ديال بن اسماعيل هو اللي بطلب من نعم باش مع بديت نكتب وكذا وهذا. وفي الاخر شنو كانت النتيجه؟ راه تقريبا نفس الهضره اللي كانوا تيقولوا راه قالت لي، ولكن انا عارف راه ماشي زعما يعني انت غير متفائل بهذه اللقاءات اللي تتكون مع الامين العام؟ ماشي غير متفائل لانه في 28 مارس راه قال لهم كاين غير بن اسماعيل هو اللي كاين. نعم
وعيب. وكان ممكن وغير التشكيله ديال هذاك المكتب الجامعي تعطيك وكثر من هكا غير بين قوسين. دابا تذكرتها واش حنا في واحد التنظيم دابا هذاك بن اسماعيل مثلا راه من 84 هو في على راس هذيك المؤسسه 40 عام او ما يزيد وعمرهم ما داروا جمع عام في اليداك. تصور حنا ملي كنا كنديروا الديمقراطيه في مدينه الرباط وتداو الصناديق ديال الزجاجيه في المقر ديال الاتحاد المغربي للشغل كانوا تيعيبوا علينا داك الشيء. ولكن الحمد لله خلينا ديك السنه الحميده باقينا الاخوه والاخوات كيديروها بين قوسين. المهم يعني اليات الديمقراطيه مفعله هذا هو الاساس. دابا باش نزيدوا شويه لقدام في نظرك انت وفي الاخر غير باش من موراها دار بلاغ او بيان ديال الامانه الوطنيه اللي هي ما عندهاش الحق باش تجمد ليا الوضعيه ديالي فهمتيني وما ما حضرش وتجمدت الوضعيه ديالي ومن بعد تعرضت العمليه ديال الطرد من طرف الشركه. لا قلت لك يعني دابا حاليا في ظل هذا الحراك راهم عندهم وقفه احتجاجيه ان شاء الله الاربعاء 22 في ظل هذا الحراك واش تشوف انت يعني هاد عنده مستقبل هاد الرجاء غيكون عندها مستقبل؟ هنا تنقول لك هاد السؤال في ظل يعني الاليات الداعمه واش هاد الحراك نقدروا نوصلوا به النتيجه مع العلم ان الملف المطلبي اللي عطاته هذيك اللجنه للقيادة ديال الأمانة العامة النقطة الرئيسية فيه هي إسقاط رموز الفساد أو المثلث الفساد هما واحد ثلاثة العناصر كيقولوا خصنا هادو ما يبقاوش في الجمعية أو في الجامعة. أول باش هذا تنبيه للإخوان والأخوات اللي داخل الحراك وعلى وبين قوسين من أجل الاستدراك هذا الحراك راه ما كاينش غير في مدينة الدار البيضاء غير هو الدار البيضاء واخد واحد لا واخد واحد الشكل جد جد متقدم وجد متطور. كاين حراك صامت نعم واظن انه الى استمر هذا الشيء داخل ليدك ربما ينفجر الوضع في عموم الوكالات والشركات لانه الادوات ديال الفساد باقى في مجموعه ديال اللي كيستافدوا من الربيع. اولا اللي خاصنا ننبهوا ليه وانا خاصنا نشكر وزاره الداخليه قامت بالواجب. قامت بالواجب ولو انه ذاك الواجب اللي قامت به جاء متاخرا وينقصوا اليات اخرى من اجل بعث رسائل طمانه لهذ الاخوان والاخوات سواء في ليدك او غير ليدك من بينها التعجيل بمحاسبه ماشي باش ما نشخصنوش الامور كل من تورط في هذه الازمه وفي هذه الوضعيه. اولا راه ما اموال منهوبه بالدليل القاطع باش ما نقولوش غير ازمه وصافي. اموال منهوبه ونبهت لداكشي وبالادله وانا في الموقع ديال النائب الرئيسي يعني من الداخل ربما الاخوان والاخوات كيغيبوا عليهم مجموعه ديال المعطيات ولو انه دابا ولا كل شيء كيسرب من الداخل كيسربوا وثائق وكيسربوا معطيات خطيره جدا. هذاك الملف اولا هذه ثانيا ما يمكنش نخلطوا بين ما هو نقابي وبين ما يتعلق بالتعاضديه والشؤون الاجتماعيه. نعم المسألة النقابية الإمكانيات التنظيمية اللي متاحة وهو أنه غادي تشكل واحد التنسيقية وغادي تقود هذه المرحلة الانتقالية وفوق عقد جمع عام على مستوى ليداك وما نساوش الجانب الوطني راه ما يمكنش هاد الناس يبقاو مسؤولين وطنيين راه هذاك اللقاء ديال 28 مارس هذاك راه لا يعتبر بالعكس هذاك طعنه في جسدي اوتوماتيكيا هذاك القرار تاع الداخليه راه الغى هذاك الشيء يعني ما بقاش عندهم واحد القوه التنظيميه ما بقاش عندهم واحد بطبيعه الحال ملي كنقولوا التدبير المالي والاداري غادي تكلف به وزاره الداخليه من خلال
مجموعه من خلال شركتين رائدتين في التدبير، هذا يضع حدا لكل مسؤول داخل هذه الهيئتين. مع العلم كاينه واحد الاشاره في هذيك المذكره يقول لك راه كل ما هو استراتيجي غادي يقوم به المجلس الاداري. انا كننبه وزاره الداخليه باش تستدرك وتبعث برسائل طمأنة، منها انها توضح العلاقه ديال هاد الناس اللي كانوا تنتخبوا بين قوسين باش يكونوا ممثلين في هذا المجالس، بانه راه ما بقى عندهم حتى شي دور، ما كاين لا استراتيجي. اش من استراتيجي؟ واش بغيتي هما يوضعوا استراتيجيه وتجي تنفذها هاد الادارات؟ وهما اداو الى اداو بهذه المؤسسات الى الخراب، ما يمكنش. هذه وحده. ثانيا خاص سحب جميع التفرغات اللي عطاتها هاد الهيئتين، تحيد، ما بقى عندهم حتى شي دور. يعني ثالثا اعاده النظر في كاع القرارات. ثالثا ما تعتمدش على هاد المنتخبين اللي كانوا منتخبين، تعتمد على الموظفين ديال هاد الهيئتين اللي هما الذاكره ديال هاد الهيئتين. المنتخب كيمشي ويجي واحد اخر، دونك هاد هما الذاكره. هاد الرسائل بثلاثه خاصها تعجل بهم باش على الاقل يطمئنوا هاد الاخوان والاخوات. نعم، حيت ما يمكنش يستمر هاد الوقفات وهاد الحراك، ما يمكنش يستمر بهذا الشكل، خاصو يستمر بشكل اخر، وهو انك تنظم وتدوز للمرحله ديال اعاده تفعيل المطالب ديالك. لا انا باش حيت شويه الوقت وكذا، باش السؤال الاخير اللي غنختم به هو البعض كيقول بانه هذا القرار اللي خدته وزارة الداخلية يبقى دائم والأمور ما تبقاش كما كانت في القديم، وتولي وزارة الداخلية هي اللي تدير التدبير وكذا. واش أنت تتشوف هاد السيناريو مستقبلا؟ واش ممكن يتحقق مستقبلا؟ أنا عندي وجهة نظر شخصية. نعم، وبها غنختم. لا، عندي وجهة نظر شخصية، وفي نفس الوقت كاينة وجهة نظر ديال مجموعة ديال المناضلين والمناضلين، باش نكونوا موضوعيين. نعم، ما يمكنش عاوتاني انا ما لست منزها عن الخطا، نقدر تقدر تكون وجهه نظر ديالي صحيحه. اليوم الدخول ديال وزاره الداخليه على الخط كان مهم جدا، كي ينقصوا كما قلت لك بعض الرسائل ديال الطمأنة. من المفروض الى بغينا تكون عندنا بالفعل قوة نقابية بعيدة عن الريع، أننا هذا التدبير ديال بحال هذه الهيئات نبعدوا منه، تكون عندنا سلطة ديال المراقبة، وهذيك سلطة المراقبة تكون بالقوانين ياك، وتخول لنا أننا نحققوا من خلالها انتظارات ديال شغيلة القطاع. نعم، وتكون عندنا سلطة المحاسبة إذا كانت اختلالات في هاد القرارات أو تبديد ديال هذوك الأموال فيما لا يعود بالنفع على أبناء وبنات القطاع، تكون عندنا الإمكانية. أما بالنسبة للرأي الآخر حتى هو مهم جدا، وهو أنه خاص إعادة صياغة قوانين اللي فيها المسؤوليات واضحة، ويرجع داك الشيء للتدبير ديال الممثلين ديال العمال، ولكن تكون رقابة صارمة وآليات ديال المتابعة وديال المحاسبة، وما يبقاش هاد الميوعة هكا. وبذلك سنكون جنبنا هاد القطاع أن ينكسر وينكسروا معاه المكتسبات ديال ديال العمال. وكاينه واحد النقطه اللي الاخيره. نعم، اللي نسيتها، كاينه رساله اخرى خاص وزاره الداخليه تبعث، وهو هاد لي روبوسومون في لاميتويل. ما هضرناش كاع على لاميتويل لانه تيحتاجها الناس يوميا، ربما في مناسبه اخرى.
هاد الناس اللي فشلوا في التدبير ديال التعاضدية راه أقل ما يمكنه أن نبعثهم من رسائل الطمأنة هو اليوم تحدد لائحة ديال التعويضات اللي كيتسالوا الناس ونبينوا بأننا بالفعل راه تغير الوضع ويتوصلوا له في شهرين. ما كاينش دابا شي تعاضديه كتفوت شهر ديال الروبوسومو الا هاد التعاضديه ديال قطاع التوزيع اللي كيبقى عامين وثلاث سنين ونجيو وخاص جميع العناصر اللي كانوا تيسيروا في التعاضد يتحيدوا لانهم مستحيل الاعتماد عليهم. سي الملياري شكرا جزيلا. باسمكم مشاهدينا الكرام نشكر سي رشيد الملياري مستشار برلماني سابق ونائب رئيس لجمعية المشاريع الاجتماعية سابق. إلى اللقاء في حلقة قادمة.